السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت موقع اسمه rooftops.ai وبيتكلم ان هو ممكن يعمل ريبورت على اي مكان احنا نختاره في الخريطة، فخلينا نجربه. لسه ما عملتش حساب ولسه ما بدأتش خالص، لان ليه 3 مرات اجرب وبعد كده unlimited report for $12 في الشهر. طيب generate report، نختار بقى الجزء اللي احنا عايزينه. تمام فبيبدأ يعمل لي ريبورت كامل اهوت للمكان اللي احنا اخترناه وكل التفاصيل بتاعته والخامات اللي موجودة وكل حاجة. تمام، نعمل زوم على اي مكان تاني، اقول له كرييت ريبورت. ده موزم وي، فبيبدأ يعمل لي برضو الريبورت والكواليتي بتاعتها هاي في المنطقة ديت. جميل. تمام، تقدر تعمل اكسبورت لملف بي دي اف. تمام، انا على فكره لغايه دلوقتي لسه ما عملتش لا كرييت اكونت ولا دخلت بالحساب بتاعي ولا اي حاجه خالص. هو مديلي ان انا اعمل سيرش على جزء معين. تمام، بيقول لي لا المنطقه دي لسه ما وصلناش ليها. ماشي، انا اخترت مصر وتقريبا بيركز دلوقتي على امريكا واوروبا وهكذا يعني. ماشي، طيب خلاص نرجع نقول له نيويورك. تمام، هو عشان احنا ممكن نيجي هنا يبدأ بقى يدينا المكان اللي احنا اخترناه. تمام، اهو هو نفس المكان فعلا، ويبدأ يدينا كل الداتا الخاصة بيه والماتيريال الموجودة والمقاسات وكل حاجة. زائد ان انت بقى عندك بقى ممكن تسأل الـ AI على الجزئية ديت، يبدأ يديك تفاصيل اكتر. تمام، ممكن عندك اسئلة كتيرة ممكن تسألها له هنا. اسك AI. فهسيب لكم رابط الموقع تجربوه وتشوفوا مدى الاستفادة بتاعته. ممكن يكون يبدأ بقى يدخل في دي بقية دول العالم.